لا معنى من وجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. فالمنهج أهم من وجودك، لأنك بالمنهج تحقق الغاية من خلقك، بالمنهج تعرف سر وجودك، تعرف غاية وجودك، بالمنهج تفلح. والفلاح غير النجاح، قد تنجح بكسب المال، وقد تنجح باعتلاء منصب رفيع، لكن الفلاح أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله، وأولئك هم المفلحون. تتبع في القرآن الكريم كلمة مفلح، المفلح الذي حقق الهدف من وجوده. أما الناجح قد ينجح بجمع المال، أو ينجح بالسياحة في كل أنحاء العالم. هناك نجاحات لا تعد ولا تحصى، ولكن الفلاح هو المعول عليه، أي أن أحقق الهدف من وجودي. هذه واحدة. الإنسان ماذا يحب؟ يحب الجمال، ويحب الكمال، ويحب النوال. وكل ما في الأرض من جمال مسحة من جمال الله، وكل ما في الأرض من جمال مسحة من جمال الله. يحب الجمال والكمال والنوال. إخواننا الكرام، ورد بالأثر: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقي؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. قال شراح الحديث: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، ذكرهم بنعمائي كي يحبوني، ذكرهم ببلائي كي يخافوني. فلا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله، ومحبة له، وخوف منه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. البطولة أن تؤمن بالله العظيم. أما إبليس آمن بالله؟ قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالعبرة أن تؤمن بالله العظيم. وكيف تؤمن بالله العظيم؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هناك آيات كونية، وآيات تكوينية، وآيات قرآنية. كونية وتكوينية وقرآنية. الكونية خلقك، موقف المسلم منها التفكر، والتكويني أفعاله، موقف المسلم منها النظر، والقرآني كلامه، موقف المسلم منها التدبر. تفكر ونظر وتدبر. فلذلك النقطة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. يعني لا معنى لوجود الإنسان
من دون منهج يسير عليه. لذلك تعلمنا في جماد، في نبات، في حيوان، في إنسان. الجماد شيء مادي له أبعاد ثلاثة، النبات يزيد عليه بالنمو، والحيوان بالحركة، والإنسان بالتفكر. فما لم يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض، ما لم يبحث عن الحقيقة، ما لم يعلم سر وجوده وغاية وجوده، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. لذلك قال تعالى: أموات غير أحياء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أشد أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة كمثل الحمار يحمل أسفارا. قضية خيار صعب جدا، ما في خيار تاني، إما أن تبحث عن الحقيقة وإما أن تهبط إلى مستوى لا يليق بإنسانيتك أبدا. أخواننا الكرام، كيف نحب الله؟ أو كيف يحبنا الله؟ بقوله تعالى: يحبهم ويحبونه. بدأ بمحبته هو، أحبنا فخلقنا، أحبنا فأعطانا الآيات، أحبنا رزقنا من الطيبات، أحبنا جعل نظام الأسرة، أشياء كثيرة جدا. فلذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أحد هذه الوسائل لمحبة الله أن تقرأ القرآن. هذا كتاب، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. والآن ما لم يرى المسلمون إسلاما يمشي أمامهم، سيدنا جعفر لما النجاشي سألوا عن الإسلام قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدث فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. وما لم يرى المسلمون اليوم إن إسلاما يمشي أمامهم، يرونه بأعينهم، حديثه صادق، تعامله في أمانه، شهوته ضابطها بالعفة، ما لم يرى المسلمون إنسانا أمامهم هو الإسلام، لن تسري هذه الدعوة في آفاق الأرض. أخواننا الكرام، الشيء الدقيق جدا أن القرآن الكريم أحد أكبر وسائل أن يحبك الله عز وجل. ولكن الله تعالى قال: يتلونه حق تلاوته. ما حق التلاوة؟ أولا كما قال العلماء أن تقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة. لذلك قال سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. لغتك لغة القرآن، اللغة التي اختارها الله لكلامه، هي اللغة الأولى بالدراسات الموضوعية في الجامعات الغربية، تعد اللغة العربية من أرقى لغات العالم، ولكن اللغة تقوى بقوة أهلها وقد تضعف بضعف أهلها. إذن أيها الإخوة، التلاوة أن تحسن قراءته باللغة العربية، وإن أمكن أن تتلوه مجودا
أدق والأكمل والأصح أن تطبقه. ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ثم أن تتدبره. ما التدبر؟ في كل آية تقرأها تسأل نفسك أين أنا من هذه الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أخواننا الكرام، حقيقة من القلب إلى القلب، هذا الدين ما لم تأخذه من كل جوانبه لن تقطف ثماره. يعني بيت في جميع الأجهزة الكهربائية بس ما في كهرباء، الإيمان هو الكهرباء، كل جهاز يعمل عندئذ. الزواج له معنى، والعمل له معنى، والتفوق له معنى. الإنسان، أي إنسان على وجه الأرض في عنده حاجات ثلاثة: حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقائه كفرد، وحاجة إلى الزواج حفاظا على بقاء النوع دون أن يشعر، والحاجة الثالثة إلى التفوق حفاظا على بقاء الذكر. فأنت أي إنسان عندك حاجة إلى أن تأكل وتشرب من أجل أن تبقى حيا، بقاء الفرد. وبعد ما تأخذ شهادة عليا تتعين بوظيفة تبحث عن زوجة، والزوجة تنتظر زوج أيضا، هي حفاظا على بقاء النوع. ما بيكفي، أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، عندك حاجة ثالثة أنا أراها هي أخطر حاجة: بقاء الذكر. بقاء الذكر بالتفوق، إن تفوقت فكنت الطبيب الأول، المهندس الأول، الداعي الأول، الآن تممت الحاجات. لذلك قالوا تمام النعمة الهدى، النعم لا تتم إلا بالهدى. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. العلماء قالوا التمام عددي والكمال نوعي، يعني مجموع القضايا التي عالجها الدين تام عددا، أما طريقة المعالجة فهي كاملة نوعا. إذن من أجل أن يحبك الله ينبغي أن تتلو القرآن حق تلاوته، حق التلاوة، قراءة صحيحة. إذن تعلم العربية فإنها من الدين، ثم قراءة مجودة إن أمكن، ثم فهم لهذه الآيات، ثم التطبيق. وما آمن بالقرآن من استحل محارمه. أخواننا الكرام، الشيء الآخر الإتيان بالنوافل. يعني إذا كان مواطن أدى الضريبة هل يقدم له كتاب شكر؟ لا، ضريبة، في نفقات للدولة، إنشاء مدارس، بناء جسور، إنشاء طرقات، إنشاء جامعات، الضريبة فرض. أما إذا قدم بناء ليكون جامعة هدية يقام له حفل تكريم. فالنوافل هكذا، أنت حينما تصلي الصلوات النافلة، حينما تؤدي فوق مالك، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. إما على حب المال، المال شيء نفيس عند الإنسان، أو على حب الله عز وجل. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، معنى إيتاء المال على حب الله غير الزكاة.
لذلك قيل في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. إخواننا الكرام، والله الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. أخواننا الكرام، إذن الإتيان بالنوافل في إنفاق مال نافلة غير الزكاة، وفي أمر بالمعروف ونهي عن منكر، في حسن الجوار، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. لذلك دققوا في هذا النص الأثر القدسي: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. إذن قراءة القرآن أحد أسباب محبة الله لك. كلامه إذا أردت أن تناجيه دقق فادعه، وإذا أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، إن أردت أن تحدث الله فادعه، إن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. فهذا القرآن تلاوته يومية، وكل إنسان مؤمن له عدد من الصفحات لا ينسى أن يقرأها كل يوم. القرآن ربيع المؤمن، يعني ما بعتقد إنسان بيلزم نفسه بتلاوة صفحات من كتاب الله كل يوم بيشعر بشيء لا يصدق. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخوانا الكرام، هذا القرآن يعني يحتاج إلى قرب من الله حتى تفهم معانيه. أما إذا إنسان وقع بالمعاصي والآثام كانت المعاصي حجابا بينه وبين الله. أخواننا الكرام، الآن الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قيل برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. لا يمكن أن يتهم أحد بالنفاق إذا أكثر من ذكر الله. وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. احفظوا هذا الحديث: برئ من الشح
من أدى زكاة ماله. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. إذن الذكر ضروري، الدعاء ذكر يا أخوة، الاستغفار ذكر، الاسترحام من الله ذكر، أن تدخل البيت أن تحمد الله على أن أنعم عليك ببيت بمأوى ذكر، لك في البيت زوجي ذكر، أن تحسن إليها ذكر. كلمة ذكر واسعة جدا تدور مع الإنسان حيث دار. اذكروا الله ذكرا كثيرا. أخواننا الكرام، يجوز واحد يسأل، المنافق يذكر الله، بل قال الله عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، فأنت مطالب بذكر الكثير. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآن في عنا شيء بقربك من الله، أن تؤثر رضوان الله على رضوانك. أديت الصلوات الخمس والفرائض، صمت رمضان، حججت بيت الله الحرام، أديت زكاة مالك. الآن في رغائب لك، إذا آثرت ما يرضي الله على ما يرضيك ارتقيت عند الله. هذا الإيثار أن تؤثر رضوان الله على كل شيء. يعني ممكن تجلس مع إخوانك في جلسة الحديث عن الدنيا، ما في خطأ، ما في غيبة، ما في نميمة، بس ممكن أن يكون الحديث عن ذكر الله عز وجل. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. حاول بأي جلسة تذكر الله عز وجل. كيف؟ هل تصدقون أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم؟ فرض عين، هو فرض كفاية. التعمق والتبحر، التعمق والتبحر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. الدليل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لكن الدعوة إلى الله كفرض عين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة بنص الآية ليس متبعا لرسول الله. لكن الدعوة كفرض عين، دقيق، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، كفرض عين. أي مسلم سمع خطاب يوم الجمعة، زوجته بالبيت، زاروا ضيف، زاروا أخوه، زاروا شريكه، هذا الذي تأثرت به في الخطبة حدث عنه صديقك، شريكك، الزائر، القريب. هي دعوة إلى الله فرض عين، في شاهد قوي جدا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة، التواصي بالحق. ولو تواصى بعضنا بعضا بالحق لاتسعت دوائر الحق ولضاقت دوائر الباطل. أما إذا جلسنا مجلسا لم نذكر الله فيه يقوم هؤلاء عن أنتن من جيفة حمار. أيها الإخوة الكرام، في شيء آخر مما يقرب إلى الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، دقيق، فادعوه بها. أنا أقول، أنا أكتب بالقلم، هذه الباء باء الاستعانة، باء الاستعانة، أكتب بالقلم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني اتصل بالله كي
تشتق من كمالاته كمالا، يكون هذا الكمال الذي اشتققته من الله أداة إقبال عليه. دقق. فبما، باء السبب، فبما رحمة من الله لنت له، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك. ولو كان الإنسان منقطعا عن الله لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا في حوله. هذه الآية يحتاجك الأب وكل أم وكل معلم وكل مدرس وكل أستاذ وكل منصب قيادي في الأرض. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم. ولو كان الإنسان منقطعا عن الله لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة ففضوا من حوله. الأب يحتاجها، الأم، الجد، الخالة، العمة، رئيس الدائرة، الموظف إلى أعلى منصب في البلاد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إخواننا الكرام، إذن من خلال اتصالك بالله تشتق من الله كمالا، والدليل مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. الإيمان هو الخلق، ابن القيم الجوزية قال الإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. لذلك يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم، الذي ينعكس للناس منك الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى متمكن، ما في صراع، متمكن، لعلى خلق عظيم. لذلك قد أفلح المؤمنون. لا تنسوا أيها الإخوة، كلمة الفلاح تعني تحقيق الهدف، النجاح جزئي. لا يسمى الناجح في جمع المال ناجحا فالحا، ولا الذي أصاب حرفة راقية فربح منها كثيرا لا يسمى ناجحا، لا يسمى فالحا، يسمى ناجح فقط. فالبطولة بالفلاح لا بالنجاح، الفالح هو الذي حقق الهدف من وجوده. يعني قال تعالى وإن منكم إلا واردها، شيء بحير قرآن، إن حرف نفي، يعني ما منكم واحد إلا وسيرد يرد النار. كيف؟ العلماء قالوا ورود النار غير دخولها، دخولها استحقاقا وعقابا، ورودها زيارة. يعني واحد وزير داخلية، جاء وزير داخلية من بلاد راقية جدا، وعندنا سجن مركزي حضاري نأخذه لهذا السجن، هل يعد هذا الضيف الوزير سجين؟ لا، هذا يطلع على هذا السجن، هذا الورود. لأنه دقيق، أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل، محقق جزئيا، بمعنى أن الله يعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين. أما حينما الإنسان يرد النار ليرى عدل الله المطلق، كل أسماء الحسنى محققة إلا اسم العدل محقق جزئيا، إن الله بيكافئ بعض المحسنين مو كلهم، ويعاقب بعض المسيئين. أما الحساب الختامي يوم القيامة. فلذلك ورود النار من أجل أن ترى عدل الله المطلق.
شيء لطيف جدا حينما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العلماء قالوا الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا هو الفلاح. لذلك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد تأتي كلمة فلاح بالقرآن مرتين فقط، يعني النجاح والتفوق والعقل والذكاء والانتقال إلى التألق عن طريق هذا الدين. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أخواننا الكرام، شيء آخر، التفكر في خلق السماوات والأرض. يعني بيننا آية بالقرآن فيها أمر، ما الموقف الكامل منها؟ أن تأتمر. آية أخرى فيها نهي، ما الموقف الكامل منها؟ أن تنتهي. آية ثالثة فيها ذكر لنبي كريم، الموقف منها أن تتعظ. وإذا في 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان، ما الموقف منها؟ التفكر، لأن الله عز وجل يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والآيات أنواع ثلاثة، آيات كونية الكون، تكوينية أفعال الله عز وجل، قرآنية كلامه. الكونية تفكر، والتكوينية نظر، والقرآنية تدبر. يعني ومضة واحدة، الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني يدخل في جوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر. وحينما قال الله عز وجل والسماء ذات البروج، البروج جمع برج، الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب. أنا كنت في أمريكا، دخلنا إلى قبة سماوية، النجوم كما نراها في الأرض، إلا أنه بينها خطوط، الخطوط أعطتنا أشكالها تماما. فعلا في برج العقرب كالعقرب تماما. هذا البرج في نجم صغير أحمر اللون متألق، صغير أحمر متألق، اسمه قلب العقرب. الآن وطنوا أنفسكم على سماع ما يلي: يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ والله يا أخوان في ملمح بالقرآن، يعني بتمنى بس الله يمكنني وضحه. الله بيتعجب، مو معقول. أنا بتعجب من جبل عالي، من شيء كبير، بس الله بيتعجب. الله قال فما أصبرهم على النار، صيغة التعجب. هذا الذي ينسى ربه، يأكل المال الحرام، يلتقي مع من يشاء، يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني عزه على إذلال الآخرين، يبني حياته على موت الآخرين، يبني نجاحه على إخفاق الآخرين، هذا الإنسان الذي أخذ ولم يعطي. أخواننا الكرام، هذه الأرض
فيها الآن 7 مليارات و200 مليون، يقع على رأس هذه الأرض زمرتان كبيرتان. دققوا، الأنبياء والأقوياء. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والأنبياء في حضرتهم. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. هنيئا لمن كان منكم من أتباع الأنبياء. لا بد من أن تكون تابعا لقوي أو تابعا لنبي. إخواننا الكرام، إذن قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. المرأة حينما تلد ينزل مع المولود قرص لحمي يسمى عند الأطباء المشيمة، ويسمى في بلادنا الخلاص. شو بسموه أنتو؟ خلاص. هذه المشيمة يجتمع في المشيمة دورة دم الأم مع دورة دم الجنين. بالمناسبة إذا في أخ طبيب، لما بنعطي مريض دم من زمرة أخرى بيموت فورا بانحلال الدم. يجتمع في المشيمة دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان. كيف؟ قال: بينهما غشاء، سماه الأطباء الغشاء العاقل. عاقل؟ قال: هذا الغشاء يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. ماذا يفعل؟ يأخذ هذا الغشاء من دم الأم السكر، يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يضعه في دم الجنين. صار في عند الجنين أكسجين وسكر وأنسولين. يحترق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين، صار في حرارة، فالجنين حرارته 37. هي واحدة. الغشاء العاقل ينقل من دم الأم لدم الجنين جميع المواد، وقد تصل لألف مادة، شحوم ثلاثية على بروتينات على مواد سكرية، يعني بحث طويل كتير. تتبدل هذه النسب كل ساعة، كل ساعة. وهذا الشيء لا يستطيعه إنسان على وجه الأرض. هلأ هذه الحامل، عفوا، لما احترق السكر بالأكسجين وعن طريق الأنسولين صار في غاز فحم. الغشاء العاقل يأخذ غاز الفحم من دم الجنين يضعه في دم الأم. الآن زفير الأم جزء منه زفير جنينها، نفس الأم الحامل. هالأم هي الجنين بحاجة لبوتاسيوم مثلا، ما عم تأكل أكلة فيها بوتاسيوم؟ الحامل بتشتهي الحامل أثناء الحمل أكلة فيها بوتاسيوم، يسموه عنا بالشام لوحام. تشتهي المرأة الحامل طعام قد لا تحبه قبل الحمل، بل قد تكرهه. تحب هذا الطعام من أجل جنينها، هو الجنين فيه دع على أمه بدنا بوتاسيوم، ما تزبط. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الآن الغشاء العاقل يأخذ كل عوامل
المناعة عند الأم يضعها في دم الجنين، فالجنين محصن من جميع الأمراض التي أصيبت بها أمه، وأشياء كثيرة جدا. والله أقسم لكم بالله، جسم الإنسان وحده يكفي لمعرفة الله. يعني الواحد بيقول لك أنا عندي في برأسه 300,000 شعرة، مو الكل طبعا، لكل شعرة وريد وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة صدرية، كل شعرة، لكن ما في عصب حسي. لو في عصب حسي وين رايح؟ والله على المستشفى، خير ان شاء الله، بدي احلق والله. بدك عملية تخدير كامل، ما بتقدر تحلق. شوف حكمة الله عز وجل. اخواننا الكرام، في شيء بجسم الانسان لا يصدق. يعني العدسة بالعين، في عدسة، شيء لا يصدق. انت جيب شمعة شعلها وقتي بورقة مقوى وحركها لحتى يجي الخيال نت على الورقة، هذا اسمه محرق العدسة. واضحة؟ انت ماشي بالطريق شايف سيارات عم تتحرك امامك، عم تتبدل المسافات بكل ثانية وتراها نت، والله شيء لا يصدق. الذي يحصل في عضلات هدبية فوق الجسم البلوري، العدسة. إذا السيارة بعدت تضغط هذه العدسة، يزداد احتدابها فتراها بشكل دقيق جدا. أعقد عملية بالإنسان هي المطابقة، هذه تتم قبل 60 متر. أجدادنا سكنوا بالصحراء، مسافات الطويلة تريح العين. كل حياتنا أمامنا جدر، طرقاتنا، سياراتنا، كل حياتنا فيها مطابقة، فالمطابقة تجهد العين. أخواننا، شغلة ثانية، يعني بيقولوا سيرة وانفتحت. هذا أينشتاين تاه على أهل الأرض بالنظرية النسبية. النظرية النسبية تؤكد أنه اكتشف هذا العالم الألماني اللي عاش بأمريكا، اكتشف السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء. واضح؟ وتاه بهذه على كل الناس. بس في رواية لطيفة، طاف على ولايات أمريكا 35 ولاية وعرض لهم هذه النظرية. في معه سائق ذكي جدا حفظ عن غيب النظرية، تمنى عليه بآخر جامعة أن يلقيها عنه ويقدر على أنه أينشتاين. وكان عنده أينشتاين روح دعابة، وافق فقدموا أنه هذا أينشتاين، حافظ عن غير المحاضرة، حكاها بكاملة. قام دكتور في الجامعة سأله سؤال عويص، قال له سؤالك سخيف، والدليل أنا حخلي السائق تبعي يجاوبك عنه. أخواننا الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض شيء مهم جدا. بس آخر ومضة من هذه التفكرات، كلكم يعلم أن القمر بدور دورة حول الشمس، حول الأرض، كل شهر مرة. أخواننا كلكم معكم حتما بكالوريات، أي توجيهي هون، احنا عندنا ابتدائي إعدادي ثانوي، شو عندكم اسم الشهادة الثانوية؟ ثانوي كمان. دققوا أخواننا، القمر بيدور دورة حول الأرض كل شهر. إذا أخذنا مركز القمر ومركز الأرض وصلنا بينهما بخط، ما هو هذا الخط؟ هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، تمام؟ ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 البي المحيط. ابنك الصغير بدقيقة واحدة مع آلة حاسبة بياخد نصف قطر الأرض، بيضيف له نصف قطر القمر،
زائد المسافة بين الأرض والقمر، هذا نصف القطر ضرب 2 قطر 3.14 المحيط، هذا بس ضرب 12 بالسنة، ضرب 4 بـ 4 سنوات، أقرب نجم ملتهب للأرض بعده عنا 4 سنوات ضوئية بالضبط. إذا كان قسمنا المسافة على الزمن شو بيطلع؟ السرعة. قسم هالرقم الكبير يلي أخذناه من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما ضرب 2 قطر ضرب 3.14 المحيط ضرب 12 بالسنة ضرب 4، قسمه على 1000 سنة بيطلع سرعة بالسنة، على 4 على 365 سرعة باليوم، على 24 سرعة بالساعة، على 60 سرعة بالدقيقة، على 60 سرعة بالثانية، سرعة الضوء. هذا البحث عرض في مؤتمر الإعجاز العلمي في موسكو 6. يعني وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. نظرية أينشتاين الذي اكتشف السرعة المطلقة في الكون بهالآية هي. يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. هذا البحث 80 صفحة عرض في موسكو بمؤتمر الإعجاز العلمي 6. قرآن. النظرية العملاقة النسبية، يعني هو النسبية شو يعني؟ إذا واحد مشي مع الضوء صار ضوء، كتلة صفر حجم لا نهائي. هالنظرية العملاقة جاء بها أينشتاين، هالنظرية هي وردت بآية قرآنية واحدة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إخواننا الكرام، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يعني من أسباب محبة الله لك الانكسار له. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني عفوا، أنتوا بهالبلاد هي عندك كيلين لبن، جاء 5 ضيوف ما عنده غير لبن، ضفت لهم كيلو حليب كيلو ماء صار عيران. تعرفوا العيران؟ تحبوه وأنا بحبوه كمان. انضاف لكيلو اللبن كيلو ماء، ضع بهذا اللبن قطرة بترول بتكبه كله. هذا الكبر، الكبر ينهي العمل، يفسد العمل. بيتحمل اللبن 5 كيلو ماء صار عيران، ما بيتحمل نقطة بترول واحدة أنهيته. لذلك الكبر يفسد العمل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اوعك تتكبر، الله كبير. والله بقول الله كبير ما بشبع منه. اخواننا الكرام، بعد الانكسار في الخلوة مع الله. يعني إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة. لما أنت تستيقظ على صلاة الفجر تصلي هذه الصلاة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أنت معك ضمان من الله أن يحفظك 24 ساعة بأداء صلاة الفجر في المسجد. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. والله قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخواننا الكرام، شيء آخر
يا أيها الذين آمنوا، مرة قال لي واحد يا أخي بنحضر درسك منكون معك نسعد بالدرس كثير، نرجع على البيت عادي مثل ما كنا. قلت له كلمة، قلت له غير الطقم تبعك يعني أصدقائك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فروطا. وكان أمره فروطا في ملمح دقيق لغوي، أغفلنا قلبه، إيه الله أغفله، شو ذنبه هو؟ هل تصدقون أن وزن أفعل في اللغة تعني أننا وجدناه غافلا؟ بس وجدناه غافلا، من أغفلنا قلبه، من وجدنا قلبه غافلا عن ذكرنا. أخواننا الكرام، إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. بدك حاضنة إيمانية، بدك صديق يدلك على الخير، ينهاك عن السوء، ينصحك، يحوطك. لذلك أخواننا الكرام، الصاحب ساحب. لكم كلمة دقيقة، درسنا بعلم النفس أنه الأب والأم والعم والخال وخطيب الجامع والشيخ وكل الجهات الكبيرة التوجيهية تأثيرها بالطفل بالشاب 40%، وصديق السوء 60%. لازم يعرف الأب مين رفيق ابنه، يعني هو وأمه وعمه وخاله وكل من حوله وشيخ الجامع وأستاذ الديانة بالمدرسة، كل هؤلاء 40%، ورفيق السوء 60%. هي نقطة دقيقة جدا، يجب أن تعرف أيتها الأم من هي صديقة ابنتك، ويا أيها الأب من هو صديق ابنك. الآن لابد لك من حاضنة إيمانية تحضنك، تأنس بها وتأنس بك، تنصحها وتنصحك، تدلها على الخير وتدلك. بدك حاضنة إيمانية، إذا ما في حاضنة إيمانية في مشكلة كبيرة. آخر شيء، الإنسان حكيم نفسه، كل شيء ببعده عن الله يجب أن يبتعد عنه. أذكر قصة مؤثرة جدا، يعني في عندنا بالشام شارع تراسي سوق ساروجة، تسمعوا فيه؟ هذا الشارع التراسي في جامع الورد له خطيب، وأنا مو من عادتي أروي منامات إطلاقنا عشان أطمنكم يعني، بس هالمرة سامحوني بمنام واحد. هذا الخطيب رأى رسول الله في المنام، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. خطيب معه شهادة عليا ودراسات وفقه وأصول فقه وفقه مقارن وأحكام شرعية وتجويد وتفسير، هذا جاره بقال. قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، طرق باب جاره قال له أنا معي لك بشارة من رسول الله ولكنني لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. ما رضي يحكي، بعد جهد جهيد وبعد إغراء بالرؤية قال له تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي بها كان حملها في الشهر التاسع، واضحة القصة. قال له بإمكاني أن أطلقها، أن أفضحها، وأهل معي والشريعة معي والقانون معي والمجتمع معي، لكن أردت
أن أحملها على التوبة. جاء لها بولادة ولدت، وحمل هذا المولود الصغير لتوه تحت عباءته، وذهب إلى جامع الورد وضعه بعد بقية على الباب حتى نوى الإمام الفرض، وضعوا وراء الباب وصلى مع المصلي. فلما انتهت الصلاة بكى هذا الصغير وابتعد، تحلق المصلون حوله، طفل مولود حديثا بالجامع عم يبكي. هو حتى تأكد أن معظم المصلين تحلقوا حوله فاقترب، قال شو القصة؟ خير إن شاء الله، تعال شوف. لقيط؟ شو لقيط؟ تعال شوفه. أنا بكفل، أعطوني. أخذوا أمام أهل الحي جميعا على أنه لقيط ودفعه إلى أمه. قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، لذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت مأمور بالإحسان والإحسان فوق العدل. لاحظ القصة هي، راعية بحياتك، ممكن تنقذ إنسان بعفوك عنه، تنقذ إنسان بعفوك عنه. لذلك والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. المؤمن عزيز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مصاع بعشرة مثلها. قال فمن عفا وأصلح. إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه، ينبغي أن تعفو عنه، والحساب عند الله عز وجل. فمن عفا وأصلح، معنى أصلح، غلب على ظنه أن عفوك عن أخيك يصلحه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.